يا عم نور حكي البابا حكي. ايوه ما شاء الله ما شاء الله هيك البابا حكي يا بابا. صور وفيديوهات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا هيمنت على مواقع التواصل وكانت حديث المؤثرين والمغردين. أهلا بكم في هاشتاغات مع غالية. مباني سكنية تتهاوى كأوراق اللعب وأحياء كاملة سويت بالأرض. صحيفة الإندبندنت البريطانية وصفت ما حصل صبيحة 6 فبراير في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا بيوم القيامة. وفي خضم المأساة تناقلت وسائل الإعلام ومنصات التواصل صوراً وفيديوهات تحبس الأنفاس لعمليات إنقاذ منكوبين، كفيديو لطفل حديث الولادة في قرية جنديرس السورية ينتشل من تحت الأنقاض بعد وفاة والدته كما ذكرت وسائل إعلام محلية، أو للفتى هارون الذي أنقذ في نفس القرية بعد بقائه تحت الركام لأكثر من 20 ساعة، أو للطفلة نور التي رأت النور بعد أكثر من 24 ساعة في الظلام. عم نور طلع علي لهون يا عم نور حكي البابا حكي. ايوه ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله على السلامه يا عمو. الله اكبر ما شاء الله. او للطفلة التركية زينب التي اخرجت من تحت الركام بعد اكثر من 30 ساعة. لم تقتصر الفيديوهات على إنقاذ البشر، فأحدها يظهر إنقاذ قطة في تركيا من تحت الركام. فور وقوع الكارثة انتشرت عشرات الهاشتاغات وامتلأت مواقع التواصل بالتدوينات والمناشير التي تدعو بالسلامة لأهالي المناطق المتضررة، كما عبر الكثير من المشاهير عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال ودعوا لتقديم العون للمتضررين. أهلنا في سوريا الله يكون في عونهم، تعبوا كتير كتير وجاهم الزلزال. أرجوكم كونوا إيد واحدة، لا تتطلعوا لورا ولا تلوموا بعض، كونوا إيد واحدة واحدة. لطفاً إمكان olan kimse esirgemezse yardımını. Gerçekten hala güç altında insanlar var ve gerçekten durumları çok kötü. Bir sürü mesaj geliyor, bir şey yapamıyoruz. صار كمان في هلأ ضرورة لأنه نساعد ونقدم دعم لكل الأسر اللي هي تضررت من الهزة الأرضية. بدي استغل هذا الموضوع لأني عزي كل الأسر اللي فقدت ضحايا، اللي شفنا الناس اللي عم تتعذب تحت الأنقاض. بدي أقول لهم نحن أكيد 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 قلبنا معكم. الزلزال الذي ضرب المنطقة كان الأعنف منذ عقود، ومنظمة الصحة العالمية توقعت أن يصل عدد المتضررين من الهزة الأرضية إلى 23 مليون شخص.